في كل يوم يتناهى إلى أسماعنا استهداف الإرهابيين لدورية تابعة لقوات مكافحة الإرهاب أو أحد منتسبيها، ولا سيما أن هذا الجهاز أصبح مثار إعجاب القاصي والداني، فالجميع يتحدث عن بسالة مقاتليه وتحديهم للإرهاب ووأده في أرضه ومطاردة من تبقى من عناصره. وبحسب ذوي المغدور فلا يكون محمد جواد التميمي أحد مقاتلي الجهاز آخر المستهدفين، بل سيتبعه الكثير، فالمغدور الذي ينتمي إلى دائرة استخبارات كربلاء حصره الإرهابيون عند خروجه من قضاء الهندية وفي وضح النهار، مطالبين وزير الداخلية بالتحقيق بالموضوع وإلقاء القبض على الجنات. إني شقيق الشهيد المغدور محمد جواد عبود، إني شقيق حسين جواد عبود، شقيق المغدور محمد جواد عبود الذي ينتمي أو الذي ينتسب إلى دائرة استخبارات كربلاء، هذه الدائرة العظيمة من جهازها واستخباراتها وكادرها، استطاع بفضل من الله سبحانه وتعالى وفضل جميع الشهود أن يلقي على عدد كبير من الإرهابيين، سواء كانوا في داخل المحافظة أو خارج المحافظة كاملة. إلا أنه القدر، ولكن لا أقول القدر، ولكن المجرمين الذين قتلوه على دم بارد في يوم الخميس المصادف 1/3 الساعة الثانية والنصف ظهرا، عندما خرج من المعتقل في قضاء الهندية وعلى طريق الحولي وإلى مجموعة تتكون من 10 أشخاص أو أكثر، يرمي أحدهم دراجة 4 جير أمام السيارة المهاجمة التي تعود إلى أحد الشيوخ، وقام شخص آخر يحتوي يركب سيارة لنكرة بخصر السيارة من الخلف، مما جعل صعوبة التحرك في يوم الخميس المزدحم في كربلاء. استطاعت هذه المجموعة المتكونة جبتك من 10 أشخاص إلى 15 شخص أن تلفظ عليه وتقتله في دم بارد في منتصف النهار في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس، اليوم المزدحم للزوار والسكان. ناشد السيد وزير الداخلية عن طريق قناتكم المفضلة قناة التغيير القناة الشريفة بإلقاء القبض على الجنات. يا وزير الداخلية، أقسم عليك بالله أنه في أسرع وقت تلقوا القبض على الجنات، لأنه كربلاء يقول فيها الشاعر: كربلاء يا قرة عين الناظرين، ادخلوها بسلام آمنين. أين السلام؟ أين الأمن؟ مجموعة تكون من 10 إلى 15 شخص تقتل أحد الأبرياء وفي منتصف النهار. المغدور وبحسب أخ آخر له ترك وراءه 6 أيتام وشيخا كبيرا عاجزا أرهقه الحزن على ولده. هاي الحالة القتل صارت، يعني مو حالة، هاي أطفاله أذونا هواي، يعني هذا طفل وبعد عنده 4 من بناته، يعني 6 أطفال، يعني حالة حيل مزرية بالنسبة له، حالة القتل وحالة اللي جو شلون اعتدوا عليه وقطعوا عليه الطريق، وهاي قاعد يشوفون أطفاله وحالة أبوه رجال كبير. ويعد جهاز مكافحة الإرهاب واحدا من الأجهزة الأمنية المهمة، وتقع ضمن تشكيلاته دائرة استخبارات مكافحة الإرهاب التي تهتم بجمع المعلومات الكاملة عن التنظيمات الإرهابية، لذلك فإن جميع مقاتليه مستهدفين. عندي صور مع المختصر، تريدين؟